مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا على اليوتيوب اخبار من النت. ما تنساش جامع الفيديو ابوني للشان امتعنا. معز بن غربية يعترف انا مهبول. اكد معز بن غربية في حوار مع مجلة اخبار الجمهورية انه قضية فيديو سويسرا لا تزال تحت انظار القضاء التونسي، حيث قضت المحكمة بعدم سماع الدعوة ابتدائيا وقامت النيابة بالاستئناف. وتابع بن غربية: لا انكر ان ذلك الفيديو افقدني مصداقيتي في مرحلة، كما كان البعض الى حد اليوم لم يقتنع باني مررت بظروف صحية ونفسية صعبة، الى درجة ان بعض السياسيين يسألونني الى اليوم شكون قتل شكري بالعيد. واضاف: لا اعرف فعلا من قتل بالعيد، وما قلته في الفيديو صدقا لا اتذكره، وصدمت عند سماعه، وهذا يجب ان يتأكدوا منه الجميع. كيف ما قلنا، اللي قال بن غربية: انا توك سمعت الفيديو القديم تصدمت، يعني ما عرفتوش الفيديو هذا وما عرفت شكون حتى اللي يحكي في الفترة هذيك. انا كنت في فترة نفسية صعبة جدا، وكنت يعني بأدق العبارة يقول كنت مهبول.